تجيبي القماشة عندي متر تطويها على ربع، هي نص متر تكفي، تطويها على ربع وغلق. انا طويتها من جهة الطول على ربع. درك نحطو لي ميزور تاع موش حجاب طويل، موش حجاب طويل، تجي من فوق تعيني نقطة، من هذه النقطة تعطي بخمسطاش سنتيمتر، تعيني نقطة، جيبي وهي بتبان لكم، جيبي القندورة ديالك اللي خيطتها طبقها على ربعة. احنا نسحق حاضة الابط، وش ديري؟ حطي حدة الإبط هك، تميلها حتى تقابلك الكنس الهبط ده، وهنا تشكلي حافظة الإبط بالعكس. هنا تعيني منتصف تاع التركيز وتشكلي حافظة الإبط بالعكس هك. يعني التقويسة هذه تقابلها بالعكس، متكملة عادي أهو، الشسبة يكون واضح. وفعلا هذه حاجة الإبط، نعود شكله لها فقط. بعد قسي فقط الطول اللي حبيته تاع المونش، انا راح ندير 60 ومن هنا نعي 60 ومن هنا نعينو نعينو محيط تاع اليد، منجيش على اليد ياسر، منجيش سيري ياسر، انا جاني 22 دونك 22 قسمة على 2 راح تجي 12، نزيد لها واحد حق الخياطة دونك نديرو 13 سنتيمتر هنا نرسمو نوصل الخط تحت اليدين هذا ونوصله
وصلوا بين نقطة التركيز تبصوا ونرجع لكم. كاين ملاحظة فقط، عندك تغلطي وديري ترسمي الجهة المفتوحة ديما تولي ابداي من الجهة المغلقة، تحطي المقاس تاعك لازم تكون من الجهة المغلقة. نقصوا على بعضنا نريكم كيف يجي من الغاب تلصق هك يجي قد قد